تعالي ندفع اشتراك الرحله. بابا زمانه مستنيه بره دلوقتي. تحب ادفع لك الاشتراك وتبقي تديني الفلوس بعدين؟ لا متشكره قوي. انت مش عايزه تروحي الرحله ولا ايه؟ نفسي بس لما بابا يوافق. باي باي. مالك يا بنتي؟ سلامة رجلك. حاجة بسيطة، رجلي اتلوت بس. يعني ايه بسيطة؟ المدرسة مسؤولة عن سلامتك، أنا مسلمك لهم سليمة. محدش مسؤول، أنا المسؤولة. أنا هضطر أركب الملعون ده تاني. بلاش يا بابا، أنا ماشية كويسة. على عينيا تعبك يا بنتي. بس أنت بتضايق من الزحمة. أهي مرة وخلاص، ما أقدرش أشوفك تعبانة. عربية. يا بنتي خليها مسطوره. طب جيب موتوسيكل. ايه عاوزين نركب موتوسيكل؟ وماله يا بابا؟ بدل طلوع علينا في المشي. بابا انا مش هقدر امشي بعد كده. بيني وبينك انا كنت غاوي مكان وانا صغير. عاوز ترجعيني لايام زمان تاني. ما انت لسه صغير يا بابا، ولا انت كبرت على كده؟ يلا يا بابا جيب لنا موتوسيكل عشان نترحم من المشي وزنقه المواصلات. حاضر.